أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا مجلس في تفسير سورة المائدة من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ونبدأ من هذه الآية في هذا المجلس ضمن هذه الدورة، دورة الأترجة المباركة المقامة في جامع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بحي الخليج في بريدة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. يبين الله عز وجل في هذه الآية تحريم عدد من الأشياء، فيقول: يا أيها الذين آمنوا، ويا أيها الذين آمنوا إذا جاءت للمؤمن فعليه كما قال ابن مسعود أن يرعيها سمعه، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه أيها المسلم. إذن نحن الآن سننتبه لهذه الآية وننظر إلى الشيء الذي أمرنا الله به أو نهانا عنه. قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذه الأربعة جعلها الله رجسا من عمل الشيطان، أي إثما وشرا وسخطا من عمل الشيطان، وعلى الإنسان أن يبتعد عن كل شيء مصدره الشيطان. فأولها إنما الخمر، وهذه الآية كما يقول العلماء والآية التي بعدها هي الآية التي جاءت بحسم أمر الخمر، فإن الخمر قد جاء أمره في كتاب الله على أربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الإباحة: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، يعني من النخيل والأعناب تتخذون سكرا ورزقا حسنا، أي تتخذون منه ما يسكر وتتخذون منه رزقا حسنا. وهذه الآية لم ترد في باب التحريم، ولكنها إشارة إلى قبح ما يكون من الخمر، لأنه جعل الخمر في مقابل الرزق الحسن. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لأن الصحابة وعلى رأسهم عمر كانوا يسألون ويقولون: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. ثم إنه حدثت بعد ذلك حادثة، وهي أن رجلا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلى بالصحابة وهو مخمور، فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل قوله: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ولما نزلت هذه الآية قال عمر: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافيا.
ثم أنزل الله هذه الآية التي حسم فيها أمر الخمر وحرمت في الإسلام فلم تحل ولا تحل إلى يوم القيامة. قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، الميسر يقصد به القمار وجميع المغالبات، وهي اللعب التي تقوم على يعني أكل مال الناس بالباطل، يجلس اثنان ويلعبان لعبة ثم من غلب أخذ المال، فأي أخذ للمال بغير حق فهو حرام وهو من القمار. ومن ذلك مثلا عمليات اليانصيب أو عمليات القمار المشهورة في العالم، وهي أن يجتمع أناس ثم كل واحد منهم يدفع مبلغا ثم بعد ذلك يتخيرون رقما فيكون له هذا المبلغ كله. نحن في الإسلام لا يدفع الإنسان مبلغا إلا في مقابل شيء، ولذلك الشركات والجهات التي تقول للناس ادفعوا ولو هللات يسيرة احتمال أن تكونوا من أصحاب يعني الجوائز الكبيرة، هذه الهللات تعتبر قمارا وتعتبر ميسرا لأنها أكل لمال الناس بالباطل. وكل معاملة كما يقول العلماء دارت بين أن تكون غنما أو غرما فإنها تكون محرمة، وهي من الميسر، وهي مما حرم الله عز وجل في هذه الآية. أما أن أدخل إلى معاملة وأنا أعلم أني سأأخذ مقابل هذا المال الذي بذلته سلعة معينة، فإن هذا هو المنهج الصحيح في تلقي المال وأخذه وكسبه. قال: والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأنصاب المقصود بها النصب التي تعبد من دون الله ويذبح لها ويتقرب إليها، فهذه لا شك أنها مما يحث إبليس أتباعه وجنوده على عبادتها، نسأل الله العافية والسلامة. والأزلام هذه طريقة كانت عند أهل الجاهلية يتعرفون بها على الخير والشر المغيب عنهم، فهم يضعون مثلا ثلاثة أقداح، واحد مكتوب فيه افعل، والثاني قد كتب فيه لا تفعل، والثالث لم يكتب فيه شيء. فإذا أراد الرجل سفرا أو زواجا أو بيعا وشراء أو أي أمر يهم به ولا يدري ما العاقبة، يأتي إلى المستقسم بالأزلام فيحركون هذه الأقداح ثم يدخل يده في ذلك المكان ثم يخرج، فإن خرج افعل أقدم، وإن خرج لا تفعل أحجم، وإن خرج المبهم الذي ليس عليه شيء أعاد مرة أخرى، ويدفع مقابل ذلك مالا. وقد أغنانا الله عز وجل عن الاستقسام بالأزلام بالاستخارة الشرعية، فالمسلم إذا أهم بالشيء مما من أمر دينه أو أمر دنيا مباشرة يأتي إلى الصلاة فيصلي ركعتين ثم يدعو بالدعاء المأثور، اللهم يقول الدعاء المأثور الوارد في الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر وتسميه باسمه خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه زواج أو سفر أو بيع أو شراء أو أي شيء خيرا شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. أصلي ركعتين من غير الفريضة، أي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلم رفع يديه وقال هذا الدعاء، ثم إنه بإذن الله عز وجل إذا فعل ذلك يقدم على ما يراه خير له، فإن كان الله قد خار له فيه فسيعينه على المضي فيه، وإن كان الله قد خار له ألا يمضي فيه فسيمنعه عنه ويكون منعه خيرا له. ولذلك بعض الناس يسأل يقول: أنا أستخير ولا يستبين لي شيء، ماذا أفعل؟
نقول له افعل ما تراه صوابا، افعل ما تراه مناسبا بحسب الظروف المحيطة بذلك الشيء الذي أقدمت عليه من زواج أو سفر أو معاملة أو دراسة أو أي قرار في حياتك. افعل أو أقدم على الشيء الذي ترى أنه هو الصواب وأنه هو الموافق للحكمة والخير، فإن كان الله أراد أن يكون ذلك خيرا فسيعينك على المضي فيه، وإن كان الله عز وجل لم يرد به خيرا لك فإن الله سيقطعك عنه ويمنعك منه، وبذلك تعرف أن الاستخارة فيها غنى عن هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية وهو الاستقسام بالأزلام. قال الله عز وجل رجس من عمل الشيطان، أي شر وسخط وإثم من عمل الشيطان، فاجتنبوه أي اجعلوه في جانب وأنتم في جانب، باعدوا ذلك الشيء منكم، اجتنبوه أي اجعلوه في مكان بعيد عنكم. وهذا أسلوب من أساليب وجوب البعد عن الشيء وتحريمه على الإنسان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون، يعني رجاء أن تفلحوا. وهذا يدلنا على أن هجر هذه الأمور وتركها سبب من أسباب الفلاح، فإن الفلاح لا يتحقق بفعل المأمورات بل بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ومباعدة الإنسان نفسه عن الكبائر والمآثم والسيئات. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني أن الشيطان يريد بحثكم وترغيبكم وتحفيزكم على شرب الخمر وعلى اللعب الميسر أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. أما العداوة فهي العداوة الظاهرة التي تكون بين الإنسان وبين عدوه من المضاربة ومن الخلاف ومن الاعتداء والظلم وغير ذلك، وأما البغضاء فهي الضغينة التي تكون في الصدر، فإن الإنسان قد يبغض لكن لا يظهر تلك البغضاء ولا يكون عدوا للطرف الآخر، وقد يكون الإنسان بينه وبين طرف عداوة ولكنه لم تصل هذه العداوة إلى أن تكون هناك بغضاء وضغينة، نسأل الله العافية والسلامة. وذلك أن الذين يشربون الخمر يتعادون فيما بينهم لأن بعضهم يعتدي على بعض، ولأن بعضهم يؤذي بعضا، ولأنه قد يحصل اعتداء على الممتلكات أو الأنفس أو الأعراض أو الأديان أو غير ذلك مما يحصل بسبب فقدان الإنسان لعقله، وكذلك في الميسر لأن فيها أكلا لأموال الناس بالباطل، إذا جلس إنسان مع إنسان يقامره ثم إن أحدهما قمر الآخر فأخذ ماله من غير تعب ولا كد ومن غير مقابل، هل تظنون أن الطرف الآخر سيبقى محبا لصاحبه هكذا؟ هذا لا يمكن أن يكون، بل سيبقى مضمرا للعداوة ويبقى في قلبه الضغينة على هذا الإنسان. والإسلام بحمد الله قد جاء برفع كل الأشياء التي توجب عداوة أو ضغينة بين المسلمين، وحرم كل الأسباب الموصلة إلى العداوة والبغضاء، من ذلك أنه حرم أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبة أخيه، إذا خطب أخوك فتاة لا يحل لك وأنت تعلم أن تخطب تلك الفتاة لأن ذلك محرم في الإسلام. قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، أي بهذه الأشياء يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن اللاعبين للميسر أو للقمار يجلسون بالساعات الطويلة ويرغبون عن الصلاة ولا يأتون إليها من شدة انشغالهم بلعبتهم، وكذلك الذين يشربون الخمر قد يمتد بهم الأمر إلى أن يبقوا فترة طويلة وهم تحت تأثير المخدر أو المسكر لا يستطيعون الذهاب إلى الصلاة، فالشيطان يرغبكم في الخمر وفي الميسر من أجل أن يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة،
فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية عندما نزلت وسمع الصحابة هذه الكلمة فهل أنتم منتهون؟ كان بعضهم قد وضع الإناء على فمه يريد أن يشرب، ولكن لما جعل الله في قلوبهم من التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى فإنهم بمجرد أن سمعوا قوله فهل أنتم منتهون سكبوا تلك الخمور ولم يرجعوا إليها. ولم يقل بعضهم هل هذه الآية محرمة؟ وهل هي سيبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم أو من غد؟ وهل وهل من الأسئلة التي يقولها من لا رغبة له في الامتثال، ومن لم يمتلئ قلبه بمحبة الله وخشيته ومراقبته سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. لاحظوا إخوتي أنه أمر بطاعة الله وطاعة رسوله بعد أن ذكر هذه الأمور الشديدة على الأنفس، لأن العرب كانوا قد جبلوا على حب الخمر وعلى الإكثار منها، فهي جزء من طعامهم وشرابهم الذي كانوا يتنافسون فيه ويحبونه حبا شديدا، حتى إن الشاعر الأعشى العربي المشهور اقتنع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يسلم، فلما أراد أن يسلم قال له بعض الكائدين من المشركين إن محمدا يحرم شرب الخمر، فقال إذن أرجع هذا العام فأعب منها ثم آتي إليه في العام القابل وأسلم. فلما رجع مات في الطريق، نسأل الله العافية والسلامة ونسأل الله حسن الخاتمة. فالله يؤكد على المؤمنين بأنه يلزمهم أن يطيعوا الله ويلزمهم أن يطيعوا الرسول، وطاعة الرسول من طاعة الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولذلك لا يجوز لأحد أن يفرق بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن عصى رسول الله فقد عصى الله، ومن عصى الله فقد عصى رسول الله، ومن أطاع الله فقد أطاع رسول الله، ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله. ولذلك نص الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على وجوب أن يطاع الله وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال واحذروا، أي احذروا من المخالفة، واحذروا من ترك ما أمركم الله عز وجل بفعله أو من فعل ما أمركم الله تعالى بتركه. قال الله جل وعلا فإن توليتم أي أعرضتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. إذا تركتم الامتثال ولم تستجيبوا ولم تسمعوا وتطيعوا فاعلموا أن رسولنا لم يكلف من قبلنا إلا بإبلاغكم، وأنه لا يصله من إثم هؤلاء الآثمين شيء، لأنه قد بلغ وقد أدى ما عليه، والذي عليه ليس أن يحملكم عن الهداية حملا أو يخلق الهداية في قلوبكم خلقا، فإن هذا من فعل الله، كما قال الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن ماذا على الرسول؟ على الرسول أن يفعل شيئا واحدا وهو البلاغ، ولكن أي بلاغ؟ قال الله البلاغ المبين، يعني يبلغ البلاغ البين الواضح الذي تقوم به الحجة على الناس. فإذا بلغ هذا البلاغ فقد برئت ذمته وقام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولا مسؤولية عليه بعد ذلك إذا كفر الناس أو كذبوا أو لم يطيعوا ولم يسمعوا أو أعرضوا عن الإيمان بالكلية. ثم قال الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية لها سبب نزول، فإن آيات الخمر لما نزلت قال الصحابة إن لنا إخوانا قتلوا في سبيل الله ماتوا والخمر في بطونهم، فهل عليهم جناح فيما فعلوا؟ هل هذا التحريم يسري إثمه على أولئك الذين ماتوا وهم في تلك الحال قد امتلأت بطونهم من الخمر وكانوا يشربونها ويعاقرونها لأنه لم يصل إلى أسماعهم تحريمها ولم تبلغهم هذه الآية؟ فماذا يفعل الله بهم؟ لأن الله قال في الآية رجس من عمل الشيطان، طيب عندهم الآن رجس من عمل الشيطان. فالله عز وجل هنا بيّن أن كل من اتقى الله
ففعل ما أمر به أنه متقي حقا وأن الله لا يحاسبه عن شيء لم يبلغه. ولذلك قال: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. المؤمن الذي يعمل الصالحات إذا طعم أي طعام ليس عليه جناح ما دام لم يعلم عن أمر الله. ولذلك قال: إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. يعني هذا المؤمن ما دام قد اتقى الله وآمن وعمل الصالحات إلى الوقت الذي بلغه ذلك ثم مات فإنه لا يحاسب عن شيء لم يعلمه، إنما يحاسب على شيء قد علمه ووصل علمه إليه. قال الله عز وجل: ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. من العلماء من يرى أن هذا من باب التكرار للتأكيد، وهو أن الذي يعذر على فعل محرم هو من كان متقيا مؤمنا فلم تبلغه، لم يبلغه التحريم ولم يأتي إلى المحرم قصدا يريد بذلك يعني انتهاك حرمات الله عز وجل. فكل من فعل شيئا من المحرمات وهو جاهل أو غير عامد أو ناسي أو مخطئ فإنه لا يحاسب عند الله عز وجل، لأن ذلك لا يخل بتقواه التي بينه وبين الله عز وجل. فبعض العلماء يرى هذا أسلوب تكرار، وبعضهم يقول هذه لاختلاف رتبة الزمان، يعني ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات في الماضي ثم اتقوا وآمنوا في الحاضر ثم اتقوا وأحسنوا في المستقبل، فهؤلاء ليس عليهم شيء. وبعضهم يحملها على معنى إذا ما اتقوا الشرك وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا المعاصي وآمنوا ثم اتقوا يعني فعل شيء لا يليق أو يعني شيئا يخل بعلاقتهم مع الله سبحانه وتعالى، وأحسنوا بأن فعلوا النوافل وأحسنوا أيضا بترك كل المشتبهات التي قد توقعهم في الحرام. وعلى كل للعلماء في تأويل هذه الآية مذاهب، ومعناها في الجملة يدل على أن كل من عمل شيئا محرما وهو متقي لله لم يعلم أنه محرم ولم يقع في خلده أو في قلبه أن هذا من معصية الله عز وجل أن الله لا يحاسبه عليه ولا جناح عليه فيه. وهذا من رحمة الله بنا، فإن الله قد عفى لهذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال الله عز وجل: والله يحب المحسنين. إذن هؤلاء الذين اتقوا وآمنوا وأحسنوا يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهذا إزالة لما يقع في نفوس الصحابة من أن أولئك الذين ماتوا وفي بطونهم الخمر قبل أن يأتي تحريمها ليس الحرج والجناح مرفوع عنهم فقط، بل إنهم إذا كانوا من المؤمنين المتقين المحسنين فإن الله يحبهم ولا يضرهم ما فعلوا، لأنهم ما فعلوه وهم يعلمون أن الله قد حرمه، وإنما فعلوه لأنه لم يبلغهم أن الله سبحانه وتعالى قد حرمه. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الآية يقول العلماء نزلت في غزوة صلح الحديبية، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما ذهبوا وكانوا محرمين كثر الله الصيد حتى إن الصيد تناله أيديهم وتناله رماحهم، يعني بمجرد ما يمد الإنسان يده يمسك شيئا من الصيد الذي يمسك باليد، أو يرخي ويرمي برمحه الذي بيده يستطيع أن يصيد من كثرة الصيد الذي جاءهم في تلك الموقعة، ولكنهم كانوا محرمين. والله سبحانه وتعالى إنما أراد بذلك اختبارهم وفتنتهم وابتلاءهم لينظر من الذي يخافه بالغيب ومن الذي لا تحمله نفسه على معصية الله عز وجل
وتحمله على مراقبة الله جل وعلا والخوف منه وإجلاله وهيبته وتوقير أمره. وبهذا نعرف أيها الإخوة أن الله قد يحرم الشيء على العباد ابتلاء لهم، ينظر من يسمع ومن يطيع، من يقبل هدى الله ومن يؤثر مرضات الله على شهوة نفسه. وهذا شيء ينبغي لنا أن ننتبه له، وينبغي لك أن تنتبه أيها المسلم أنك تبتلى في كل لحظة من لحظات عمرك، تبتلى في بصرك، في لسانك، في يدك، تبتلى في مالك، تبتلى في زوجتك، تبتلى في ولدك، في بيتك، في سيارتك، في ثوبك، في شعرك، حتى في الشعر تبتلى. ليس لأن الله عز وجل الآن لما أمرنا مثلا بأن نطلق اللحى له غرض في هذه اللحى، أو أنه سبحانه وتعالى ينتفع بذلك، حاشاه سبحانه وتعالى أن يكون بحاجة إلى شيء من خلقه، فهو الغني وحده سبحانه وتعالى، وهو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولكن الله يبتلينا، يبتلينا في كل شيء لينظر هل نستجيب للهدى أو ننساق وراء الهوى، هل نخضع لضغط المجتمع أو لحاجات النفس التي تهواها وترغبها، أو أننا دائما نحكم مراد الله سبحانه وتعالى. انظروا مثلا يا إخواني إلى صلاة الفجر، متى تأتي؟ صلاة الفجر تأتي في وقت يستلذ الناس فيه النوم. لماذا يختار الله لها هذا الوقت؟ لماذا لم يؤخرها حتى تكون مثلا بعد طلوع الشمس بساعة أو ساعتين؟ لأن الله يريد أن يبتليك، هل أنت ترعى حقه وتجل أمره وتخافه في الغيب، أم أنك لا تبالي؟ متى تعارض أمر الله مع هوى نفسك قدمت هوى نفسك، متى تعارض أمر الله مع ما يشتهيه الناس قدمت ما يشتهيه الناس، متى تعارض أمر الله مع حب المال أو حب الزوجة والولد قدمت حب الزوجة والولد والمال على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يبين لنا سرا عظيما من أسرار التكليف، وهو أن الله يكلف ليبتلي، وأن الله سبحانه وتعالى يبتلي ليعلم من يخافه بالغيب. فاتقوا الله يا إخواني في هذا الأمر وانتبهوا له. ولذلك قال هنا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. قالوا جاء صيد كثير في غزوة الحديبية، والصحابة ذاهبون بإحرامهم إلى مكة، وفي الطريق، وتعرفون الطريق طويل من المدينة إلى مكة، يحتاجون إلى 10 إلى 15 ليلة وهم في الطريق. هذا الطريق الصيد صار يأتيهم من كل جانب، والمعروف أن الصيد ليس كثيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى كثره ليبتلي. انظروا إلى موقف الصحابة ماذا فعلوا؟ لم يؤثر أن صحابيا وقع في شيء من المخالفة أو وقع في شيء مما حرم الله سبحانه وتعالى. أما اليهود فماذا حصل لهم؟ اليهود ابتلاهم الله بكثرة السمك يوم السبت، وكانوا قد حرم عليهم الصيد يوم السبت، فالمهم كانوا يرون السمك يأتي حتى يكون على ظهر الماء من كثرته. فماذا فعلوا؟ احتال بعضهم على أمر الله، نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها ملأى بالسمك يوم الأحد، قالوا لم نصد يوم السبت. هذا من التلاعب والتحايل على أمر الله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا فوق ظهر الماء ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في غير يوم السبت ما تأتيهم. كذلك نبلوهم، يعني المراد بذلك البلاء ليمتحن الله العباد وينظر من الذي يستجيب ومن الذي لا يستجيب، من الذي يخاف ومن الذي لا يخاف، من الذي يتقي ومن الذي لا يتقي. قال ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، من كثرته ووفرته تستطيع أن تصيد بيدك وبرمحك. قال الله عز وجل ليعلم الله من يخافه بالغيب، إنما فعل ذلك سبحانه من أجل أن يعلم علم وقوع، وإلا فالله عالم بكل شيء ولا يخفى عليه من أمر عباده شيء، ولكنه سبحانه وتعالى ليعلم ذلك واقعا، أي سمى هذا علم الوقوع،
وإلا فكل شيء قد قدره الله وكتبه في اللوح المحفوظ وهو في علم الله، لا يتجدد على علم الله شيء لم يعلمه من قبل. فالله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. قال الله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، أي من اعتدى على شيء من الصيد بعد أن حرم الله الصيد على العباد فله عذاب أليم من عند الله عز وجل. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. حرم الله على المحرمين أن يقتلوا الصيد، فكل من أحرم من أي جهة، من جهة السيل أو يلملم أو من جهة المدينة ذي الحليفة أو الجحفة أو من أي جهات الإحرام، يحرم عليه أن يصيد، والصيد يكون محرما، ولو صاد المحرم لكان ميتة، فلا يجوز له ولا لمن صاد لأجله. قال الله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا، من قتل الصيد منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. من قتل الصيد متعمدا وليس مخطئا، يعني ما صدمه مثلا بسيارة أو نحو ذلك، متعمدا أن يصيده، فجزاء مثل ما قتل من النعم، يجب عليه الكفارة، مثل ما ذكرنا في المجلس الماضي في كفارة اليمين. قال الله هنا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم. هذه هي الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال العلماء: إذا قتل شيئا من الصيد فإنه ننظر في ذلك الصيد ماذا يقابله من بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، فيجب عليه أن يذبح واحدا من هذه الأشياء الثلاثة ليكون كفارة لما صاده. قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. طيب كيف نعرف ذلك؟ قال: يحكم به ذو عدل منكم، يؤتى باثنين يحكمان. ماذا قتلت أو ماذا صدت؟ قال: صدت نعامة. يقول الحكمان: النعامة تشبه البعير، إذن عليك أن تذبح بدنة. طيب لمن تكون هذه البدنة؟ تكون لفقراء الحرم. طيب آخر صاد غزالا وهو محرم، ماذا يفعل؟ يحكم الحكمان بأن الغزال يشبه الماعز، فيذبح الناس الماعز، أو فيذبح الصائد أو من قتل الصيد الماعز، ويجعله كفارة لما حصل منه. قال: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، أي يجب أن يكون هذا الهدي لفقراء الحرم، أو كفارة طعام مساكين. أو هنا للتخيير على الصحيح من قول العلماء، لأن من العلماء من يقول يجب عليه الجزاء بالمثل، فإن لم يجد فإنه ينتقل إلى طعام المساكين. والقول الثاني وهو الأصوب والموافق لظاهر الآية أنه إما أن يفعل ذلك الذي قلنا وهو الجزاء بالمثل من بهيمة الأنعام هديا بالغ الكعبة، أو كفارة طعام مساكين، ينظر إلى قيمة بهيمة الأنعام الواجبة عليه، إن كانت ماعزا أو كانت شاة أو كانت بقرة أو كانت بعيرا، ينظر إلى قيمته فيخرج به طعاما للمساكين لكل مسكين مد من الطعام. نفترض أنه وجب عليه بقرة، اذبح بقرة، أو انظر كم قيمة البقرة، قيمة البقرة مثلا 3000 ريال، اشتري ب3000 ريال طعاما وفرق هذا الطعام على مساكين، لكل مسكين مد من البر. طيب فعل ذلك أجزأه، أو كفارة طعام مساكين، أو عادل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. احتمال أنه يقول: أنا لا أجد البقرة ولا أجد أن ثمن البقرة الذي أشتري به الطعام أو الطعام الذي يكون
يعادل قيمة البقرة، نقول له يجب عليك أن تصوم بعدد المساكين الذين ستطعمهم من ذلك الطعام، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ليذوق عاقبة أمره وفعله الذي فعله، وهو أنه صاد صيدا وهو محرم. ثم قال الله عفى الله عما سلف، أي ما مضى منكم من الصيد قبل نزول هذه الآية قد عفى الله عنه، ولا تحاسبون عليه ولا شيء عليكم فيه. قال ومن عاد فينتقم الله منه، يعني من عاد إلى الصيد مرة أخرى عوقب ولزمته الكفارة، وهذا على رأي الجمهور. وعلى رأي ابن عباس يقول إنما تلزمه الكفارة في المرة الأولى، وإذا عاد فإن الله ينتقم منه، يعني ينزل عليه عقوبة بسبب عوده إلى الصيد بعدما فعل أول مرة. ثم قال الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، يعني فينتقم الله منه، والله سبحانه وتعالى هو العزيز المنتقم، فليحذر المسلم من أن يقع في شيء يوجب نقمة الله عز وجل عليه. وهل هذا لمن قتل الصيد متعمدا ومخطئا؟ هذا الحكم الذي مضى في الآية. الجمهور على ذلك يقولون ثبتت الكفارة للعامد بالقرآن وللمخطئ والناس بالسنة. وبعض العلماء أخذ بظاهر الآية ويرى أنه إنما تجب الكفارة لمن كان متعمدا، أما من كان مخطئا فلا شيء عليه، وتفصيل ذلك في كتب الأحكام والفقه كالمغني والإنصاف والمحلى والأم والمجموع لشرح المجموع شرح المهذب للنووي وغيرهم من أئمة الإسلام. إلى هنا نصل إلى ختام هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.